بدأنا أي حرب، إحنا موجودين في قيادتنا وجينا بهجوم لنا الساعة 9 و10 دقائق صباحا، واصل هجوم على البيت هنا اتصال عن طريق براك. نعم. إحنا قاعدين ما مشينا ما تحركنا ما طلعنا من مواقعنا، كيف نكون بدل الهجوم يعني؟ نعم. إحنا قاعدين مفوجينا بهذا الهجوم الساعة 9 صباحا. نعم. صحيح كان في مناوشات برا. نعم. المنطقة إحنا كان عندنا قوة في مدينة الرياضية، هم يتحرشوا بها بالليل. نعم. واخترنا الناس أن والله يا قوة حاصرت القوة دي يجب أن نرجعوها. نعم. صباح بدأ اشتباك هناك في المدينة الرياضية. نعم. وهم طوالي مع ذاك هناك هيموا هنا المقر مع المحل. نعم. قصر الضيافة. نعم. هو بجانب القيادة العامة، يعني الهجوم بس على قصر الضيافة هنا فقط. هل المغارات الرأسية للجيش تحت السيطرة من القيادة العامة والقصر الجمهوري؟ نعم نعم نعم. نعم. الجيش قادر على بس سيطرته على كل سللوا هم سللوا. نعم. هم سللوا دخلوا المطار، طبعا المطار مفتوح في مدينة الحجاج. نعم. دخلوا المطار وحرقوا بعض الطائرات وعندنا ناس قوات هناك عملت معاهم، لكن الامور تحت السيطرة كلها، ما في زول قدر يخش القيادة ولا اي. هل ممكن يكون في تحدي على قدامه؟ والله احنا حتى الان قوات الرئيسية قاعدة برا كلها عندنا قواعد عندنا احتياطيات جيدة، ما لا حتى الان ما حركنا استقرنا صوت العقل رجعوا قواتهم الجاد دخل الدين. نعم. لكن إذا استمرت واحد نضطر ندخل قوات جوا الخرطوم من مناطق مختلفة. الرسالة أخيرة. والله الحرب ما زول بيفضلها، لكن الحرب صدق يجب أن يكبر عبر للناس.